بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حديث شريف عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتحلى بثلاث أخلاق جميلة. أولها تقوى الله، اتق الله حيثما كنت. والتقوى هي أن يراك الله حيث أمرك، وأن يفقدك حيث نهاك. وعرف الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: التقوى هي الرضا بالقليل، والعمل بالتنزيل، والخوف من الجليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فمعنى التقوى بشكل عام هي مخافة الله عز وجل وخشيته، بطاعته وفعل أوامره، والابتعاد عن نواهيه. ثاني هذه الأخلاق هي وأتبع السيئة الحسنة تمحها، بمعنى إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة لكي يمحو ويغفر الله لك هذه السيئة. فالخلق هنا هو فعل الخير وعمل الصالحات ليزيدنا الله عز وجل بالحسنات ويمحو سيئاتنا. ثالث هذه الأخلاق هي وخالق الناس بخلق حسن، الخلق الحسن، المعاملة الحسنة. وهذا الخلق هو خلق عظيم ومهم جدا في حياتنا اليومية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن أهمية حسن الخلق، قال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فصاحب الخلق الحسن محبوب من الناس، محبوب من الله عز وجل، وسيكون قريبا من الرسول في الجنة إن شاء الله. فأوصيكم وأوصي نفسي بأن نتحلى بهذه الأخلاق الثلاثة الحسنة في حياتنا ليحبنا الله ويزيدنا من الحسنات وندخل جنات النعيم إن شاء الله.